قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية فيها رد على المخزلين. في ناس كثير يا أخوانا مخزلين يقول لكم انتم مالكم ومال الناس، وأي شاتم معلقة من عصبتها، وخلوا الناس في حالة، وموسى بيدينه وعيسى بيدينه. الكلام ده يا أخوانا باطل، والرد عليه والآية دي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لا بد تكون في أمة بتدعو الناس للخير، لأنه يا أخواننا في شر ولا ما في؟ في الأمة دي في شر ولا ما في؟ إذن في شر، إذن لا بد يكون في ناس يدعو الناس للخير. وقال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني على علم. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المؤمنين، إنني من المسلمين. لا بد من الدعوة إلى الخير. لذلك قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر. لا بد من الدعوة إلى الناس إلى الخير. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وأفضل المعروف وأحسن المعروف الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. لا بد أنت كداعية تدعو الناس للتوحيد، لأنه ده أفضل المعروف. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الأول توحيد الربوبية، هذا أقر به حتى المشركين الأوائل، ده أقر به حتى المشركين الأوائل، اللي هو شنو؟ إنه الله خالق ورازق ومحيي ومميت ومدبر. دي كلها مغرين بها المشركين الأوائل حتى أبو لهب وأبو جهل. الدليل شنو؟ قال الله عز وجل ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم ما خلقكم ليقولون الله. مغرين بها. لكن طيب المشكلة وين؟ المشكلة في توحيد الألوهية، اللي هو شنو؟ اللي هو توحيد العبادة. هو الذي أنزل من أجله الكتب، وأنزلت من أجله الرسل، وأرسلت من أجله الرسل. التوحيد ده توحيد الألوهية، وهي إفراد الله بالعبادة، كما قال الله عز وجل عن عديد من الأنبياء. ووقع الشرك أولا في قوم نوح إلى زماننا هذا، كما قال الله عز وجل عن قوم نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل عن قوم صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل عن قوم هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل عن قوم شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن ما هو السبب في إرسال الرسل؟ هو دعوة الناس إلى الخير. وأفضل خير يدعو له الأنبياء الدعوة إلى التوحيد. وأنا بجيك بعد شوية للنهي عن الشرك. يدعون إلى الخير. طيب يا أخوان الناس من قبل بتتكلم في الشرك، والشرك ده ذاته شنو؟
هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف؟ المشركين الأوائل كانوا يعرفون الله، دي معلومة بيستغرب كثير من الناس، يقول لك المشركين زمان ناس أبو لهب وناس أبو جهل، بيعرفوا الله؟ هاي بيعرفوا الله، لكن عندهم مشكلة بوريك لها تاني بعد شوية. مغرين أن الله خالق ورازق ومحيي ومدبر، دي كلها مغرين بها، وكان بيدعو الله عديل في الشدة. الدليل شنو؟ الله سبحانه وتعالى قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ديل منو؟ المشركين. قالوا إذا نجاهم من البر فإذا هم مشركون، يعبدوا الله وكان بيصلوا. الله قالوا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكان بيحجوا، حتى شعاره في الحج كان شنو؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب المشكلة وين يا مولانا؟ الناس اللي بيعرفوا الله وبيدعوا الله، الناس مشكلتهم إنهم ما عبدوا الله العبادة الصحيحة. كيف يعني؟ لا نعرف بالتفصيل أكثر. طيب الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. قالوا شنو؟ ما نعبدهم ليه؟ سبب شنو؟ قالوا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا ونحن لا نعبد الصالحين ديل اللي هم كانوا في صورة أصنام، هم أصلا كانوا صالحين، بعد ذلك عملوا لهم تماثيل، بقوا في صورة تماثيل. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا نحن نعبد الأصنام دي والصالحين ديل عشان يوصلونا لله. طيب يا أخواننا الكلام ده تعالى في الواقع هنا، ده أنا دائما بنجيب الآيات والأحاديث وبنجي للناس في أرض الواقع. طيب الليلة الناس الشرك بتاعهم شنو؟ مش بقول لك أنا ماشي للشيخ عشان أنا وسخان والشيخ نظيف وبيقربني لي الله، دي ما هي الشرك ذاته؟ ده شرك المشركين الأوائل ذاته، بل ديل مشوا للشرك أقعد منه والزعماء منهم، لأنه ضلوا الضعفاء، الضعفاء ديل مساكين لكن ضلهم زعماء كبار. شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ديل ضلون. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب في آخر السورة قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قالوا يا ريتنا أن احنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب هم ما أطاعوا الله ليه؟ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا. قالوا أن احنا أطعنا ديل، أطعنا سادتنا وكبرانا، أعملوا لهم شنو؟ دقوا في مقلب، والله يوم القيامة دبسك لك في شيخ ولا في فكي تقول يجيب لي الرائحة ولا يديني زرية ولا أمشي لشيخ يتبرك به في قبره، والله يوم القيامة يورطك، يورطك ورطة أنت بتشوفها قدام. قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل. قال ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأنه ضلهم. ويوم القيامة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة الزول اللي اتبعته وأكثر الشرك يا أخوانا بسبب الصالحين ديل اللي هم بيزعموا أنهم صالحين، وديل ما صالحين، وديلك زماننا زمان عبدوا صالحين عديل، النصارى عبدوا عيسى، وديل ابن عباس قال وسواع ويغوث ونصرى قال هؤلاء خمسة رجال صالحون كانوا في قوم نوح، وهبل واللات وغيره ديل كانوا صالحين. لكن المشكلة كان ما في الصالحين، المشكلة في الناس اللي كان عبدوا الصالحين. الليلة المشكلة في الناس اللي عبدوا الصالحين وفي الصالحين ذاته، في الصالحين ذاته في مشكلة، لأنه ديل يعبدوك لغير الله عز وجل. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنت إذا عبدت الله لا بد عندك حاجة ثانية، لا بد تجتنب الطاغوت. والطاغوت ده شنو؟ كل ما عبد من دون الله وهو راض. إنت عبدت زول ده طوالي تخش معه يوم القيامة، لأنه الله أنعم عليك بنعم، الله أداك الصحة وأداك الذرية ورزقك وأي حاجة عمل لك، وكان دعيت الله بيستجيب لك. يا أخوانا في نعم أكتر من دي؟ في نعم أكتر من دي؟ بعد ده بعد النعم دي في ناس بيجي يشركوا بي الله، يقول لك والله كان ما أبونا الشيخ وكان ما شنو وكان ما أبواتنا ديل، والله أبواتك ديل ما عندهم أي حاجة، ويوم القيامة بيجي يورطوك. لا بد تعبد الله وتعبد الله بطريقة صحيحة، لأنه قال الله عز وجل واعبدوا الله، ما اكتفى بكده بس، لأنه في كثير من الناس يا أخوانا لا بيعبدوا الله. الجوامع دي ملانة، تمشي تلقى الناس صايمين في رمضان، وتلقى الناس الزكاة والحج، الليلة الحج ذاته تقدم في القرعة ما بشيلوك. الناس ماشية كلها ليه؟ تعبد الله. لكن المشكلة وين؟ إنه بيعبدوا الله وبيعبدوا مع الله، وده شرك المشركين الأوائل ذاته، إنه عبدوا الله وعبدوا مع الله. يا أخوانا المعلومة دي لابد تصل، لأنه في أي مسجد نمشي نوصل المعلومة دي نقول للناس تعبدوا الله وما تعبدوا معاه أنداد، طوال المشكلة تدور في أي مسجد. أمشي أقول المعلومات دي آيات وحديث بس، أصو ما تهبش لك لا شيخ ولا فكي ولا صوفية ولا أي حاجة، بس أقرأ آيات ووضح للناس بطريقة مبسطة، فصل لهم وريهم يا غشيرك ده شنو ذاته. تقول للناس واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد ما تتلو الآيات دي على الفصل لهم فتفت في تلم حبة حبة، قول لهم يا أخوان الشرك ده إنك تعبد الله وتعبد مع الله، لأنه في ناس بتخيلوا إنه الشرك ده إلا تمشي تسجد لك لصنم، ولا تمشي تسجد لك لكده، إلا تصلي لك لشيخ. لا لا، الشرك ما كده. الشرك إنت إذا واقف في محلتك دي قلت يا شيخ فلان تلحقنا، إنت شركت بي الله. كيف شركت بي الله؟ شركت بي الله، لأنه العبادة ده حقت منه، العبادة ده حقت منه، حقت الله. إنت إذا صرفت لغير الله أشركت بي الله. يا أخوانا في كثير من الناس بيدعوا لكن ما فصلوا للناس، لابد تفصل للناس وتفهمون التوحيد. الرسل كلهم جاءوا فصلوا للناس التوحيد. الياس في سورة الصفات الله سبحانه وتعالى قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه شنو؟ قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين والله ربكم ورب آبائكم الأولين. طوال وراهم إبراهيم عليه السلام دعا للتوحيد وبوضوح شديد، قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقوم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه ما تعبدون، قال أنتم بتعبدوا منه؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إبراهيم عليه السلام حج قومه وبدأ معهم واحدة واحدة، بيسألهم سؤال وهم بيردوا، بيسألهم سؤال وهم بيردوا، لا بد يكون كده عشان الناس تفهم. قال لنا تدعون قال لهم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه ما تعبدون، قال لهم أنتم بتعبدوا منه؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا هل يسمعونكم استدعون، قال لنا انتوا وكيف تدعوا؟ شوف حجام كيف، قال لنا هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون. ديل بينفعوكم ولا بضروكم يا اخوانا؟ ليله في شيخ بينفعك ولا بضرك؟ الله سبحانه وتعالى قال ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. يا اخي المشركين ذاتهم زمان بينادوا الله، الليله ديل يقول لك اذا دارت انا اقول لك الساده الساده أنا عبد ليهم نادى، وقوم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي، وفي الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي. يا أخي معقولة؟ أنت والله الناس زي الحيروك ذاته وقصايد. أخواننا ما الناس تتخيل إنه الكلام ده بعيد وما في، لا لا لا، الكلام ده موجود في كتب وفي الراديو وفي الإذاعات، وبلد ملانة شرك يا أخي. الله والله ما يرفع البلد دي إلا الناس ترجع لله وتتوب إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا وصلى الله وسلم.